السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا بحضراتكم في قناة اشرح لي. النهاردة إن شاء الله هنعرف رقم تليفون سفارة تشيلي في المغرب أو رقم السفارة التشيلية في المغرب. رقم التليفون 00-212-537-636-065. يبقى تاني، رقم سفارة تشيلي في المغرب أو رقم السفارة التشيلية في المغرب 00-212-537-636-065. بكده بنكون أوضحنا لحضراتكم الرقم. إن شاء الله استنونا في فيديوهات جديدة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.